كبير دستوري يؤكد استحالة تخفيض المساعدات الاجتماعية. تظاهرات ضد الشرطة النمساوية بسبب استخدام العنف ضد ناشطي المناخ. وزيرة خارجية النمسا السابقة تحذر من حظر تصدير الغاز المسال إلى أوروبا. إلغاء مفهوم التقدم البارد يؤثر سلباً على ميزانية الدولة. شركة التأمين الصحي تدعو 430 ألف شخص للفحص الطبي. وفيينا تقدم نموذجاً للتمكين النسائي من خلال تغيير أسماء الشوارع. مرحباً بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد خبير القانون في الاتحاد الأوروبي والتر أوبكسر أن مقترحاً يهمر بتخصيص المزايا الاجتماعية يتطلب تطبيقها على الجميع، وأوضح أن ذلك يجب أن ينطبق على النمساويين الذين عاشوا في الخارج في السنوات الأخيرة أيضاً، وأضاف أن القانون يحتاج إلى قرار سياسي ويتطلب ذلك أغلبية الثلثين في البرلمان لتمريره، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيصمد أمام المحاكم الدستورية، ويخطط يهمر لدفع نصف المزايا الاجتماعية فقط في السنوات الخمس الأولى للاجئين. Dänemark ist ein NATO-Mitgliedsland, Österreich nicht. Wir sind neutral, aber wir sind Teil der Europäischen Union, Teil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und deswegen ist es auch wichtig und aus meiner Sicht richtig darauf hinzuweisen, dass es nicht gelungen ist, die Europäische Union zu spalten in dieser Frage der Unterstützung der Ukraine. In der klaren Benennung des Aggressors, in dem Fall der Russischen Föderation, der die Ukraine überfallen hat. تظاهر عشرات الأشخاص ضد الشرطة النمساوية أمام مبنى المستشارية في فيينا بسبب استخدام العنف مع ناشطي البيئة أمام مقر مؤتمر للغاز الاثنين الماضي. وقال رئيس شرطة فيينا جيرارد بورستل أنه لم يكن هناك أي سلوك خاطئ من الشرطة، وأن بعض المتظاهرين قاموا بتشويه بصمات أصابعهم مسبقاً وارتدوا أقنعة ونظارات وحملوا مظلات للحماية من الغاز المسيل للدموع، وذلك لكسر الحواجز الأمنية، وأضاف أن المظاهرة لم تكن سلمية والمشاركين لم يتعاونوا أثناء احتجازهم. حذرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل أن حظر تصدير الغاز الطبيعي المسال من قبل الولايات المتحدة سوف يؤثر سلباً على المستورد الأوروبي. وقالت كنايسل أن الإجراء يؤدي إلى تقليص المدفوعات النقدية والمستوردات في الاتحاد، مما يؤثر على اقتصاد الدول المعنية، وطالبت باتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة التي تحتاج إلى حلول جذرية مناسبة لجميع الأطراف. حذر وزير المالية النمساوي برونر من أن النفقات المرتفعة قد تؤثر على الميزانية في المستقبل. وأوضح برونر أن النمسا تعاني من زيادة الضرائب والتضخم، مما يضع ضغطاً على الميزانية الوطنية، وأشار إلى أن الرجوع إلى سياسة الميزانية المستدامة مهم، وخاصة بالنسبة للدول الأوروبية المثقلة بالديون، ويعكس الإلغاء الجزئي لمفهوم التقدم البارد على الميزانية الوطنية النمساوية هذا العام بشكل سلبي مقارنة بعام 2022. دعا التأمين الصحي في النمسا 430 ألفاً من الأشخاص في النمسا إلى إجراء فحص طبي لأنهم لم يخضعوا له من قبل.
وأوضحت أن الهدف من إجراء الفحوصات هو الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم النصائح الصحية، وسيتم إرسال دعوات لهؤلاء الأشخاص في الأسابيع المقبلة، ويمكن القيام بالفحص المجاني في المراكز الصحية عامة لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما كل 3 سنوات، ولمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما كل 2. أطلقت مدينة فيينا في العام الماضي أسماء جديدة على 60 شارع، وتمت تسمية أكثر من نصفها بأسماء نسائية. ووفقا لتحليل تنوع الخرائط الذي أجرته شبكة صحافة البيانات الأوروبية، أن 89.5% من أسماء شوارع فيينا لديهم أسماء ذكورية، وتحتل المدينة المرتبة 8 في تصنيف 30 مدينة أوروبية من حيث توزيع أسماء الشوارع بين الجنسين، وقد تم تغيير أسماء 58 شارع العام الماضي، وسميت 33 منها بأسماء نسائية و19 بأسماء ذكورية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.